مطاوع بيترك مسيحي وبيتمكن من إخراج نفسه من هناك وبرجع لبيته، وكان هذا المستنقع هو نقطة التوقف والتراجع بالنسبة لمطاوع. كتابنا لليوم هو الكتاب اللي طبع وترجم أكثر من أي كتاب آخر في العالم بعد الكتاب المقدس، وهو أشهر كتاب مسيحي بعد الكتاب المقدس أيضاً. هذا الكتاب هو بعنوان سياحة المسيحي للمؤلف الإنجليزي جون بونيان. ولد جون بونيان في إنجلترا عام 1628، يعني قبل حوالي 4 قرون، وبسبب فقر عائلته ما كان عنده فرصة يتعلم بشكل جيد، ولكن بعد زواجه ساعدته زوجته وعلمته القراءة والكتابة. اشتغل في بداية حياته كسمكري، وبعدها أصبح واعظ وكرس كل حياته للتبشير في المسيح يسوع. وبسبب نشاطه في التبشير أودعته السلطات الإنجليزية في هذاك الوقت في السجن عام 1660، يعني لما كان عمره 32 سنة. وفي السجن راود جون بونيان أثناء نومه حلم، وهذا الحلم كان هو السبب وراء تدوين هاي الرواية الرائعة سياحة المسيحي. وعلى الرغم من أنه الشخصية الرئيسية والراوي بيمثلوا حياة جون، لكنه لم يعطي اسمه الخاص للشخصية الرئيسية، ولكن أطلق عليها اسم مسيحي، واللي أنا راح أستخدمه اليوم بكثرة أثناء تقديم ملخص لمجريات هاي الرواية. تحمل هاي الرواية بين صفحاتها أفكار ثاقبة عن الحياة المسيحية بفرحها وتجاربها وفرصها وتحدياتها. وللأهمية الكبيرة لهذه الرواية اتفنن الرسامين على مر السنين بتقديم ورسم لوحات بتعبر عن بعض المواقف والمشاهد الموجودة في هذه الرواية واللي رح تشوفوا جزء منها اليوم. وهاي الرواية هي مثال مصور لحياة إنسان اتعرف بالرب يسوع وقرر أنه يمشي في طريق الرب حتى يوصل إلى الرب نفسه، ولكن الطريق أبداً ما كان مفروش بالورد. فمسيحي أثناء رحلته وسياحته في هذه الحياة تقابل مع معطلات كثيرة، ورح نمر أثناء رحلتنا في هذا الكتاب على أهم المحطات اللي مر فيها مسيحي بطل هاي الرواية، ورح نلتقي مع أشخاص يمكن أنا وإنت نقابل مثلهم في مختلف الأزمنة والعصور. كما أشرت بيتم تقديم الرواية بالكامل كحلم متسلسل بيسرد أحداثه راوي عنده علم كامل بكل التفاصيل. وبطل هاي الأحداث كما ذكرت هو شخص اسمه مسيحي، واللي بيمثل شخصية كل إنسان. تتمحور حبكة الرواية حول رحلته من بلدة سكنه اللي بسميها مدينة الدمار واللي بتمثل هذا العالم، إلى المدينة المقدسة واللي بتمثل السماء أو الحياة الأبدية مع الله. رحلة مسيحي بتكون صعبة بسبب حمل ثقيل، وهو معرفته بخطيته، وبيعتقد مسيحي بأنه هذا الحمل نتج من قراءته للكتاب اللي بين إيديه وهو الكتاب المقدس اللي كشف له عن حجم خطيته. وهذا الحمل الثقيل كان السبب وراء انجذابه نحو الجحيم لدرجة ما كان بيستطيع أبداً أنه يتحملها، وبالتالي بدأ رحلته للبحث عن الخلاص من هذا الحمل الثقيل. في بداية رحلته وأثناء مسيره في الحقول بيلتقي بشخص اسمه مبشر، واللي بدوره بيوجهه للباب الضيق لحتى ينال الحرية من حمل الخطية هناك. بيترك مسيحي بيته وزوجته وأولاده لحتى ينقذ نفسه، لأنه ما استطاع إقناعهم بأنهم يرافقوه بهاي الرحلة. وفي طريقه نحو الباب الضيق بيلتقي بشخصين، واحد اسمه معاند والآخر اسمه مطاوع، وبتناقشوا معه وبيحاولوا يرجعوه ولكنه بيرفض. معاند بيشمئز منه وبيبعد، ولكن مطاوع بيقتنع أنه يروح مع مسيحي في رحلته على أمل أنه ينتفع من الفردوس اللي بيدعي مسيحي بأنه يقع في نهاية الرحلة. إلا أنه رحلة مطاوع بتتوقف لما يسقط في مستنقع البؤس، وهو مستنقع طيني وسخ مليان شكوك ومخاوف وتجارب وخطايا بتعمل على إغراق السائحين في أوحال المستنقعات. مطاوع بيترك مسيحي وبيتمكن من إخراج نفسه من هناك وبرجع لبيته، وكان هذا المستنقع هو نقطة التوقف والتراجع بالنسبة لمطاوع. وبعد ما جاهد مسيحي للوصول للضفة الأخرى من المستنقع بيتم سحبه من هناك من قبل شخص اسمه المعين،
اللي ساعدوا وخبروا بأنه هذا المستنقع تشكل من تحلل وقذارة ووساخة الخطية. عزيزي المشاهد، هل بتمر بحياتك بمثل هيك مستنقعات اللي بتعيق تقدمك للأمام؟ طيب هل بتحب تعرف شو صار مع مسيحي في رحلته للمدينة السماوية؟ في هذا الكتاب سياحة المسيحي، واللي هو كما ذكرت رواية أدبية كلاسيكية، بيتبع فيها المؤلف جون بونيان مسيرة مسيحي في رحلته للمدينة السماوية. مسيحي اللي واجه في البداية صعوبة بالغة للخروج من مستنقع البؤس اللي سقط فيه في بداية الرحلة، ولكن هاي ما كانت إلا البداية. ففي مسيرته للباب الضيق بيبدأ مسيحي يبتعد شوي شوي عن الطريق الصحيح بتأثير من السيد اللي اسمه صاحب الحكمة العالمية، اللي بيقنعه إنه ممكن يتخلص من حمله الثقيل بواسطة طريق القانون بدل من طريق الباب الضيق. وهناك وفي قرية الأخلاقيات بيلتقي مسيحي بالسيد ناموسي وابنه مدني، وبيدعوه إنه يروح عندهم على البيت. وفي طريقه لبيت السيد ناموسي بيلتقي المسيحي بمبشر مرة أخرى، ومبشر بيوضح وبيكشف لمسيحي بأنه ارتكب الخطية لما حاد عن الطريق، وبيخبره بأنه السيد ناموسي وابنه مدني هم من نسل العبيد، وأنه السيد صاحب الحكمة العالمية هو قائد مزيف، وبيأكد له بأنه إذا رجع وتوجه لطريق الباب الضيق رح يحظى بالترحيب مرة أخرى هناك. وهذا فعلا اللي بيعمله مسيحي. وبعد رحلة طويلة بيوصل عند الباب الضيق، وبيدخل من الباب وبيبدأ يمشي في الطريق الملوكي المستقيم، الطريق السماوي، بتوجيه من قبل الحارس اللي اسمه الإرادة الصالحة، واللي بيمثل شخص يسوع المسيح في هاي الرواية. بتابع مسيحي مسيرته حتى يوصل أخيراً لمكان الخلاص، والكاتب بيصور هذا المكان بأنه عبارة عن صليب الجلجثة وقبر المسيح المفتوح، وهناك تتقطع كل الربط اللي بتربط الحمل الثقيل بمسيحي، وبيتدحرج الحمل إلى داخل القبر المفتوح. وبعد تحرير مسيحي من حمله بيتم الترحيب فيه من قبل ثلاث ملائكة اللي بيمنحوه ثلاث أشياء: تحية السلام، رداء جديد، وسفر كتاب هو بمثابة جواز السفر للدخول للمدينة المقدسة. بتشجع مسيحي وبتابع رحلته حتى يوصل لتلة اسمها تلة الصعوبة، وهناك مسيحي بيقرر أنه يبات ويرتاح في البيت اللي موجود على راس التلة واللي اسمه قصر الجميل، وهو مكان بناه الله حتى يساعد السائحين والمسافرين الأتقياء على استعادة نشاطهم وقوتهم هناك. بيظل هناك مسيحي ثلاثة أيام، وبعدها بيغادر القصر ولكن بحلة جديدة. بيكون لابس سلاح الله الكامل اللي بيمكنه من الصمود في المعركة اللي بتصير معه في وادي الإهانة، واللي بتواجه فيها ضد الوحش شبه التنين اللي اسمه المهلك، سيد وإله مدينة الدمار. بتستمر هاي المعركة أكثر من نص يوم لحد ما يتمكن مسيحي من جرح وطعن الوحش بسيفه ذي الحدين، وبعدها بيفرد المهلك أجنحة التنين اللي عنده وبينطلق مغادرا المكان. وبالليل ولما يحل الظلام وأثناء سير مسيحي بيدخل في وادي ظل الموت المرعب، ولما يوصل لمنتصف الوادي بيجد نفسه وسط العتمة والرعب. في هاي اللحظة بيبدأ يسمع كلمات مزمور 23: وإن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. وبسبب هاي الكلمات بيتشجع مسيحي وبيكمل المسير لحد ما يخرج من الوادي. وفي لحظة الخروج من وادي ظل الموت بتشرق شمس يوم جديد، وبيلتقي مسيحي بشخص اسمه مخلص اللي بيرافقه في رحلته. وأثناء مسيرهم بيوصلوا لمكان اسمه معرض اللذات، وهذا مكان بناه بعلزبول الشيطان، وهناك في هذا المعرض بينباع كل اللي بيشتهيه الإنسان من متع وشهوات. ولكن فجأة بتم اعتقالهم واحتجازهم بسبب ازدراءهم من بضائع وتجارة هذا المعرض. بيتحكم مخلص وبينعدم بطريقة بشعة جدا، ولكن بعد موته بتيجي عربة سماوية وبتأخذ مخلص إلى المدينة المقدسة. مسيحي بيخرج من الاعتقال بصعوبة، وبيبدأ البحث عن رفيق آخر يكمل معه الرحلة. عزيزي المشاهد، جون بونيان مؤلف هاي الرواية
بحاول إنه يرسم بعض من المشاهد اللي بتواجهنا أنا وإنت في مسيرتنا في هاي الحياة. هاي المسيرة الصعبة واللي مليانة تحديات ومشقات بتعيق تقدمنا، ولكن هل برأيك بيستطيع مسيحي إنه يكمل المسير ويوصل للمدينة السماوية؟ في هاي الرواية الرائعة سياحة المسيحي، كما ذكرت، واجه مسيحي عدة مخاطر أثناء رحلته للمدينة السماوية. وبعد ما خرج من الاعتقال بصعوبة، بتعرف على شخص اسمه ذو الرجاء اللي بيكمل معه الرحلة لحد ما يوصلوا لتلة المنجم اللي اسمها تلة المال، واسم مالك المنجم ديماس اللي بيقدم إلهم كل فضة المنجم. ولكن مسيحي بيفهم إنه في خدعة من ديماس وبيتجنب الدخول للمنجم. بعدها بيترك مسيحي وذو الرجاء الطريق الواسع الوعر والمليء بالحجارة ليسافروا عبر طريق مروج وسهول، وبتجبرهم عاصفة قوية وأمطار على المكوث هناك ليلة واحدة. وفي الصباح فجأة بتم القبض عليهم من العملاق إحباط والمعروف بقسوته الوحشية، وبيأخذهم لقصر الشك اللي بيملكه العملاق، وهناك بيسجنهم وبيضربهم وبيجوعهم في محاولة من العملاق إنه يجبرهم على الانتحار، ولكنهم بيتحملوا هذا الاختبار الشاق للحظة اللي بيدرك مسيحي فيها بأنه المفتاح اللي معه، المفتاح اللي اسمه وعد، رح يفتح كل أبواب الشك اللي في القصر. وباستخدام المفتاح وضعف العملاق أمام أشعة ونور الشمس بيهربوا خارج القصر. وفي الطريق بيلتقوا بمجموعة من الرعاة اللي بيأخذوهم لمكان مرتفع اسمه أرض عمانوئيل، وبيفرجوهم بعض من عجائب هذا المكان، وهناك بيشوفوا مناظر بتقوي إيمانهم وبتحذرهم من ارتكاب الخطية مثل تلة الخطاء وجبل التحذير. وكمان بيستطيعوا رؤية المدينة السماوية من خلال عدسة منظار الراعي. بيتشجعوا جداً بهاي المشاهد وبيكملوا المسير. وهم في الطريق بيلتقوا بملحد اللي بيخبرهم بأنه الله والسماء ما إلهم أي وجود، ولكن مسيحي وذو الرجاء بيتذكروا كلام الرعاة ومشهد المدينة السماوية اللي شافوه بالمنظار، وما بيهتموا بكلام الملحد وبيكملوا المسير. وفي الطريق بيلتقوا بفتى اسمه جهل، وهذا جهل بيعتقد إنه رح يتم السماح له بالدخول للمدينة المقدسة من خلال أعماله الصالحة فقط وبدون الاعتماد على عطية ونعمة الله. بيجتمع مسيحي وذو الرجاء بجهل مرتين وبيحاولوا يقنعوه بأنه ينضم إلهم في رحلتهم للمدينة المقدسة، ولكن جهل بيضل مصر على طريقه اللي بيظن إنها رح تقوده إلى السماء. وأمام النهر، نهر الموت اللي بيفصل بين المدينة المسحورة والمدينة السماوية، بيطلع جهل على متن قارب الرجاء الباطل وبيقطع النهر ليوصل أمام بوابات المدينة المقدسة، ولكن بدون جواز سفر، واللي كان من الممكن أنه يحصل عليه لو أنه سلك الطريق الملوكي ودخل من الباب الضيق. فبيأمر سيد المدينة المقدسة الملائكة بأنهم يأخذوا جهل ويلقوه في أحد جوانب الجحيم. أما مسيحي وذو الرجاء فبيبدأوا بعبور النهر المرعب سيراً على الأقدام، متجهين لجبل صهيون والمدينة السماوية. ولكن مسيحي بيواجه صعوبة في عبور النهر بسبب خطايا الماضي اللي تعبته وأنهكته، ولكن ذو الرجاء بيساعده على العبور لحد ما يوصلوا للضفة الثانية، وهناك بيتم استقبالهم استقبال الأبطال في المدينة السماوية. عزيزي المشاهد، بشجعك أنك تقرأ هاي الرواية سياحة المسيحي، هاي التحفة الأدبية للمؤلف جون بونيان، واللي هي عبارة عن مجموعة من الأحداث اللي وضعها الكاتب في قالب روائي شيق، واللي من خلاله بيشدد على سلامة الحياة الروحية للمؤمنين، وبيشجعك وبيشجعك على احتمال التجارب ورفض المكايد الشيطانية وحفظ النعمة في القلب لنيل الحياة الأبدية.